مساء الخير والسعادة على كل مشاهدين يحكى أن على شاشة القناة الأولى. إحنا لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55. كرنفال ثقافي رائع، حالة من الإبداع وحب المعرفة، حالة الحقيقة من المحبة والثقافة منتشرة في أروقة المعرض، بنعيشها إن كان مع الكتاب أو الناشرين أو حتى الجمهور اللي كان حريص إنه يكون موجود في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55. كمان لازم نتكلم الحقيقة عن الشباب، إن كان الكتاب أو حتى الشباب اللي كان حريص إنه يكون موجود في معرض القاهرة الدولي للكتاب. إحنا مكملين معاكم ومستمرين في حلقتنا من هذه اللقاءات المتنوعة والفقرات المتنوعة مع الكتاب والشباب كمان اللي هيكون حاضر معانا في معرض القاهرة الدولي الكتاب في نسخته 55.